الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في سلسلة أساسيات الطريق إلى الله. قلنا أن احنا بنتكلم عن ما هي الأمور التي ينبغي أن يبدأ بها السالك إلى الله سبحانه وتعالى، هي الأولويات، هي الأمور التي من غيرها ما ينفعش يبقى اسمك على الطريق، ولا ينفع يبقى اسمك ملتزم، ولا أن تدعي الالتزام. أساسيات ما ينفعش ما تكونش عندك. لذلك بدأنا السلسلة دي بالكلام عن الصدق في طلب الهداية وطلب الطريق، ثم تكلمنا عن اليقين اللي هو القوة الدافعة اللي هتحركك في الطريق، وبعد كده اتكلمنا عن محاسبة النفس، محاسبة النفس، وبعد كده انتقلنا للكلام عن التوبة، لأن التوبة هي نتيجة محاسبة النفس. بعد كده إذا قرر الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلابد كما شرحنا في محاسبة النفس، فاكرين قلنا أنا لما بحاسب نفسي لازم الأول أحاسبها على الفرائض قبل النوافل، أحاسبها على الفرائض قبل النوافل، وأحاسبها على ترك المحرمات قبل ترك المكروهات، لأن ديت أولويات، أولويات أن أنت تبدأ بالفرائض قبل النوافل. فإذا أراد الإنسان أن يتوب لازم الأول قبل ما يبتدي يتشتت مجهوده ويبتدي يضيع وقته عشان يسلك الطريق صح، لازم الأول ينظر في الفرائض والمحرمات. ما هي الفرائض الضائعة؟ وما هي المحرمات التي يقع فيها؟ ثم يبدأ بالأهم فالمهم، يبدأ بأولى الفرائض وأعظم المحرمات، الأول يخلص من دول، بعد كده يتدرج في الفرائض ويتدرج في ترك المحرمات، بعد كده نتكلم في المستحبات. فيش مشكلة انك تعمل مستحبات مع السكة ديت، مش لازم تخلص كل الفرائض المحرمات عشان تبدأ تعمل مستحبات او تترك مكروهات، لكن بقول الأولوية في تفكيرك، لكن اللي يتيسر لك اعمله، اللي يتيسر معاك اعمله، ما توقفش حاجة عشان حاجة. ما تقولش مش هصلي نوافل الا لما مثلا ابطل انظر للنساء، طب انا لما بطل الربا هبتدي اصوم، هبتدي اقرأ قرآن. اللي يتيسر لك اعمله، لكن انا بقول لو انت بترتب اولوياتك ترتبها ازاي في دماغك. فانا اريد ان اسلك الطريق، وأريد أن أكون يعني على الطريق الصحيح، فبماذا أبدأ؟ لابد أن الإنسان يفكر. أول ما يبدأ هيفكر دلوقتي أنا إيه هي نقطة الانطلاق في هداية، في الهداية، ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى من السالك إليه، ما الذي ينبغي عليه، ما هي أول شيء الله تعالى يريد ويحبه سبحانه وتعالى. لا شك أنك أنت لازم تفكر نمرة واحد، الحاجة اللي هتبدأ بها ديت في التصحيح أن تكون أهم عبادة، نمرة واحد. نمرة اثنين أن تكون عبادة قوية، لأنك أنت محتاج دفعة للأمام، ما ينفعش بدايتك في الطريق إلى الله تكون ضعيفة، أنت عايز زقة كده تنتشلك، واحد إيه غارز في بحر رمال، ما ينفعش شدة خفيفة، عايز واحد يزقه زقة جامدة عشان يطلع وبعد كده على مهلنا. فلابد أن تكون عبادة قوية، لابد أن يكون لها أثر سريع، أثر سريع، لابد أنها تكون معينة على غيرها، تساعدني على الباقي، ما انا مش هعمل دي وبعد كده واحد، لا انا عايز واحده تساعدني في بدايه الطريق. لابد ان تكون هذه العباده تكفر السيئات الماضيه بقوه، لان انا عايز ابدا على نظافه، لان السيئات وملاحقه السيئات بتعطلني، وكل ما ابدا اقع تاني، لان في سوابق وفي سجل سيئات بيتابعني. فالعباده اللي عايز ابدا بيها لازم تكون معينه، تمحو الماضي، تعين على الجديد، تكون قوية سريعة التأثير، وتكون هي الأهم على الإطلاق. لذلك إذا بحثت في كل العبادات ستجد أن العبادة التي تجتمع فيها كل هذه الصفات هي الصلاة. الصلاة ما ينفعش واحد عايز يبدأ يلتزم، أو واحد سالك الطريق وما زال عنده خلل في الصلاة، ما ينفعش أنك أنت بقالك شهور أو سنين في طريق الله سبحانه وتعالى، تحضر دروس علم، ربيت لحيتك، بتحفظ قرآن، لكن ما زال هناك خلل في الصلاة، ما زال الأخ بيصليش الفجر، أو عنده مشكلة في الصلاة ديت، يوم يصلي ويوم بيصليش، يوم يصلي يومين ما يصليش، أو أحيانا يجمع المغرب والعشاء لما يبقى تعبان شوية ولا بتاع، أحيانا لما يوم ما بيصلي الفجر يضيع منه الظهر ويجمعه مع العصر، كارثة كبيرة. وهو اسمه الأخ واسمه الشيخ واسمه الملتزم، هو فاكر ان هو ما بيعملش حاجه غلط، واحنا الحمد لله بنحضر دروس وبنحفظ قران، وعنده مشكله في اكبر واهم عباده.
عمر رضي الله عنه كان يرسل لأهل الأمصار كتابا يقول: اعلموا أن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني أنا لو هحاسب على حاجة هحاسب على الصلاة، والصلاة دي أهم حاجة عندي. ونبهوا الناس أن عمر يقول لكم أهم حاجة عندي الصلاة. لما لا؟ عمر نفسه رضي الله عنه كان إماما في هذا الأمر. عمر لما طعن 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 في الصلاة أنتم تعلمون، فلما أفاق من طعنته قال: أصلى الناس؟ والدم بينزل. أول ما فاق أول كلمة قالها وهم ضربوه هو بيصلي إمام بالناس، فهو وقع. طب الناس عملوا إيه؟ فأول ما أفاق قال: أصلى الناس؟ قال: يا عمر وأنت في هذا الأمر؟ فقال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: دعوني أصلي. قالوا: صلى عمر وجرحه يثعب دما، بطنه مفتوحة والدم بيجري، وهو عمر رضي الله عنه يصلي والجرح ينزف دما، لأنه لا يستطيع أن يوقف الدماء. لما صليش لا تصلي، أصلي إزاي؟ صلي كده طالما مش قادر توقف الدم. قال الحسن البصري رحمه الله قال: إذا هانت عليك الصلاة فما الذي يعز عليك في دينك؟ لو الصلاة سهلة بالنسبة لك، لو الموضوع مش مشكلة، الحمد لله ما نعملش حاجة غلط بس أنا عندي مشكلة بس في الصلاة، لو الحمد لله ما كل حاجة تمام بس أنا الصلاة بس هي اللي موقعة مني، إذا هانت عليك الصلاة فما الذي يعز عليك في دينك؟ وقال بعض السلف: اعلم أن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة التي تصليها، على قدر الصلاة. تعظيمك للصلاة هو ده تعظيمك للإسلام. فالصلاة هي أول الأمر، منطلق الهداية، بداية الطريق. ليه لازم أبدأ بالصلاة؟ أبدأ بالصلاة فعلا وكيفية وكمية، يعني أصلي وأصلي صح. أصلي صح دي هتجيلنا في دروس تانية، لكن أنا النهاردة الأول أصلي. إزاي أصلي؟ درس الجاي إن شاء الله. لكن النهاردة لازم أصلي، ولازم أصلي الخمس صلوات، ولازم ما أقطعش في الصلاة، وإلا تبقى البداية هتطول قوي لو حبيت توصل لربنا وانت بتقطع في الصلاة. لكن لو بدأت الصلاة اتظبطت نمرة واحد، الدنيا هتنجز معاك إنجاز غير عادي. أول شيء ليه لازم أبدأ بالصلاة؟ لأن الصلاة لما ما اتظبطتش ملوش لازمة اللي انت بتعمله كله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. في رواية: فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، فقد أفلح وأنجح، هيعدي. يبقى هي مش بس الصلاة بتعينك على الطريق، لا، الصلاة بتجبر النقص في أي شيء. يعني لو الصلاة تمام وفي نقص في حاجة تانية، الصلاة تأتي تجبر النقص. أما لو كان النقص في الصلاة فلا يجبره شيء. تاني، إذا كنت في الطريق إلى الله عندك كمال في الصلاة ونقص في غير الصلاة، فكمال الصلاة يجبر نقص غير الصلاة. وإذا كان عندك كمال في غير الصلاة ونقص في الصلاة، فلا يوجد شيء يجبر نقص الصلاة إلا الصلاة. لذلك لما في الحديث قال: انظروا في صلاة عبدي فإن أتمها كتبت تامة، فإن لم يتمها قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتمون به الفريضة. فلا يجبر الصلاة إلا الإيه؟ إلا الصلاة. تمام؟ فصلاة النوافل بتجبر لك الخلل في الفريضة. مش بس الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل، لا، دي كمان أثناء العمل بتاعها تمحو الآثار السيئة للسيئات الماضية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يوصف للصحابة المشهد، يعني إزاي الصلاة دي تمحو لك الآثار سواء السيئات القديمة أو السيئات الحالية. قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. لو واحد عنده نهر قدام البيت وكل يوم بيستحمى خمس مرات، كل يوم يستحمى خمس مرات، ايه رايك فيه؟ بيلمع. لو عملت كده ايدك عليه زيق، هو ده ابيض ورد،
زي الفل، واخد بالك؟ والقطنه ما بتكذبش، معروف. يبقى الولد ايه؟ تمام، 100 فل و10. هي الصلاه كده، صلي الخمس صلوات في اوقاتها مع الخشوع وتمام الاداء، تطلع كده كل يوم تطلع ابيض، ما في سيئه واحده غير اللي فات. اللي فات اتمسح، والجديد بيتمسح وقتي بقى. كل صلاه تمحو الايه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: تحترقون 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 حتى اذا جاءت صلاه الظهر محتها، وهكذا كما جاء في الحديث. المهم ان الصلاه نمره واحد، اول ما تحاسب عليه يوم القيامه من غير الصلاه ما فيش يعني نفع كبير لغيرها من الاعمال، العكس، اذا صلحت الصلاه جبرت كل نقص يوم القيامه. هي في الدنيا تكفر لك السيئات الماضيه، تكفر لك السيئات البينيه بين الصلوات، كانك تغتسل في اليوم خمس مرات. نمره ثلاثه، احنا قلنا وصيه عمر، وقلنا لماذا الصلاه وقضيه ايه؟ محو السيئات والاعانه. نمره ثلاثه، لو ان الانسان حضرته الوفاه وجلس على فراش الموت خلاص بيموت يعني، واحب ان هو يتكلم مع اهلي بكلمه واحده، هيموت، بماذا سيتكلم؟ لا شك انه هيقول اهم حاجه، اخطر حاجه، خلي بالكم من كذا كذا، دي هينقيها من الف كلمه في دماغه، لانه عنده فرصه يقول كلمه واحده. طيب اذا كان الذي يموت رجل صالح، يبقى لا شك ان كلامه ينبغي ان يعتبر، الرجل الصالح عنده خبره طويله في الصلاح، وهيقول لنا كلمه هيوصينا بيها. توصينا بيها يا عم الشيخ؟ انت لما بتقابل الشيخ بتقول له اديني نصيحه، مش كده؟ انصحني نصيحه بالله عليك، نصيحه واحده، وانت عارف ان هو هينقي لك نصيحه فايده، هي كلمه واحده: قل امنت بالله ثم استقم، كما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام. طب لو الراجل ده بيموت بقى، وقلنا له يا عم الشيخ قول لنا نصيحه قبل ما تموت، هيجمع حياته كلها في كلمه واحده. طب لو الراجل ده نبي، لا يبقى الكلام اخطر، يبقى دي خلاصه خبره ليست عاديه. طب لو كان الرجل ده هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، هيختصر حياته كلها في كلمه، وهيقول لنا كلمه واحده تظبط لنا كل حاجه، وهيوصي وصيه واحده، وما فيش وقت يقول اكتر من كلمه. فاتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما شاهد الصحابه وسمعوا، قال: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. فلم يزد النبي عليه الصلاه والسلام في العبادات، ما ملكت ايمانكم دي معاملات، لكن العبادات ما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام الا الصلاه، كان يقول اذا صلحت صلح ايه؟ سائر العمل، يعني اظبط الصلاه كل حاجه تمشي، كل حاجه تكمل، ما ظبطتش الصلاه مفيش امل، ادالك المفتاح بتاع كل حاجه. عشان كده انا قلت لك في البدايه، لو انت اول التزامك ظبطت الصلاه كله سهل، وهتلاقي الدنيا بتجيب بعضها بسهوله جدا، خاصه لو صليت في المسجد، خاصه لو صليت في المساجد. اما انك بدات بدايه غير الصلاه هتطول قوي، وفي الاخر هتوصل للصلاه بعد ما تكون قطعت شوط طويل على الفاضي، وهتكتشف في نهايه الطريق ان الامر ان الدنيا ما اتظبطتش الا لما الصلاه نفسها اتظبطت. فانا بختصر عليك الطريق، ابدا بالصلاه، خمس صلوات مش اربعه، اربعه مش هتعمل معاك شغل، لازم خمس صلوات في اليوم والليله، تمام؟ يبقى وصيه النبي عليه الصلاه والسلام بتدي لك ملمح ليه الصلاه، ليه المفروض ابدا بيها، لان النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر دي اللي ظبط دي خلاص، طلع بالفايده، طلع بالفايده، اظبط الصلاه ينضبط لك كل شيء. يبقى دي نمره ثلاثه. نمره اربعه، ليه المفترض ابدا بالصلاه لما ابدا الطريق الى الله؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر الصلاه دي اهم شيء، وصريحه وقالها وواضحه، قال: اعلموا ان خير اعمالكم عندي الصلاه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. يبقى أنا من أجل الصلاة ينبغي أن أترك كل شيء، لأن لا يوجد موضوع أهم من الصلاة، لا يوجد عمل أهم من الصلاة. ما ينفعش واحد يقول بتصليش ليه، يقول لك أصل أنا مشغول، وقتي ما بيسمحش، أصل شيخ وقت مذاكرة وأيام امتحانات وأنا ما بعرفش أصلي، وبتاخد مني وقت وأنا لازم أذاكر، أصل أنا عندي شغل والمحل وأكل عيشي، أصل أنا صنعتي ولازم مش عايز أضيع وقت عشان دي وقت الناس، أصل أنا في شغلي بتشغل شوية، أصل أنا في البيت وكنت مشغولة بالعيال، وأصل المطبخ خدني ونسيت نفسي. الكلام ده كله كلام فارغ. أصل عمل عبادة، كلام فارغ، لا حديث ولا أثر عن صحابي. العمل العبادة دي كلمة الناس اخترعتها علشان تبرر لنفسها ترك الصلاة،
العمل عبادة إذا صحت النية. نعم، لو ليك نية صالحة في العمل يكون عبادة. ومن شروط أن يكون العمل عبادة ألا يلهي عن الصلاة، فإذا ألهى العمل عن الصلاة لم يكن عبادة بلا شك، بل كان عبادة لما تفعله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يبقى أنت سبت الصلاة ليه؟ عشان مذاكرة؟ أنت الآن العمل فعلا ده عبادة، لكن عبادة للمذاكرة. سبت الصلاة ليه؟ علشان المحل؟ العمل ده عبادة، لكن عبادة للمال، الجنيه والدرهم والدولار والدينار. سبت الصلاة ليه؟ عشان العيال؟ هذا العمل عبادة للعيال، لأنك قدمت هؤلاء على الله سبحانه وتعالى. فالعمل لكي يكون عبادة اشترط فيه أولا العمل نفسه يكون حلال، نمرة اثنين يكون فيه نية أصلا، إنما فيش نية خلاص لا أجر ولا وزر. نمرة ثلاثة أن ألا يمنع هذا العمل من الصلاة، إذا منع من الصلاة كان وبالا على صاحبه يوم القيامة، لأن الصلاة خير موضوع. إذا كان العمل عبادة جدلا فإن الصلاة أم العبادات، أصل العبادات. ينفعش واحد يقدم أخوه على أمه مش كده، ولا ابنه على أمه، كذلك ما ينفعش حد يقدم أي عبادة على الصلاة. إذا كان المجاهدين في الحرب بيصلوا رغم إن هم في معركة وجهاد، ده عبادة بقى إيه؟ وش صرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رغم أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، لم يأذن الله للمجاهدين أن يتركوا الصلاة، لذلك شرع الصلاة ليه؟ الخوف. لو أنت بتقاتل العدو صلي، طب أنا مش عارف أقف أصلي، صلي وأنت بتجري، صلي وأنا بجري، واركع، طب أركع وأسجد إزاي؟ أومئ برأسك، مش قادر أومئ برأسي، أومئ اعمل إشارة، انوي، مفيش حل. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا، رجال مش رجالة يعني، رجال يعني شيعة رجليكم، أو ركبانا يعني راكبين الايه، راكبين سيارة دبابة طيارة، هتصلي في الطيارة، هتصلي في الدبابة، لكن تسيب الصلاة مش مسموح لك بكده. المريض مسموح له يسيب الصلاة؟ لا. المسافر مسموح له يسيب الصلاة؟ لا. الناس في عرفة ينفع يسيبوا الصلاة؟ لا. ما في عبادة في الإسلام تمنع من الصلاة. يعني ما تجيش بقى تقول لي العمل عبادة، إذا كان بقول لك الجهاد ما ينفعش يمنع من الصلاة، المرض ما ينفعش يمنع من الصلاة، يبقى إزاي العمل تدعي وتزعم إن هو حجة عشان تسيب الصلاة، فضلا عن المذاكرة وهي أقل من العمل، مذاكرة تتأجل، مذاكرة تضغط نفسك فيها، وما فيش بركة لو تركت الصلاة من أجل ليه؟ من أجل المذاكرة. فالصلاة خير موضوع، الصلاة خير الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ليه لازم أبدأ في طريق إلى الله بالصلاة؟ نمرة خمسة، لأن هذه بداية منطقية متناسقة مع الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن أركان الإسلام جعل الصلاة هي الركن الثاني. قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، جعل الصلاة نمرة اثنين. طبعا كلنا مسلمين، ما احنا في نمرة كام دلوقتي؟ نمرة اثنين. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى أهل اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. تمام؟ بمعنى ذلك إن هم لو ما استجابوش للصلاة ملوش لازمة تقول لهم على الايه؟ على الزكاة. إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة قال ربنا جل شانه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى أنا لما أحب أقرب لربنا قوي أبدأ بالفرائض. طب أنا إيه أولى الفرائض أبدأ بها؟ المنطقي أبدأ بأهم فريضة عند الله. إيه هي أهم فريضة عند الله؟ الصلاة. يبقى هذه بداية منطقية. أي بداية تختلف عن هذه البداية هي تضيع للأوقات، ستظل تضيع وقتك إلى أن تبدأ بالصلاة. لا بد أن تبدأ دائما بالصلاة
فهذه هي البداية المنطقية. طيب ليه لازم أبدأ برضو بالصلاة في طريق إلى الله؟ لأنك أنت في بداية الطريق أنت عندك مشاكل كتير. أنا الصلاة فيها مشاكل، وموضوع البنات في مشاكل، وموضوع الأغاني في مشاكل، وموضوع السجاير في مشاكل، وموضوع الصداقة في مشاكل. إيه أبدأ بيه ولا إيه؟ ابدأ بالصلاة وبعدين مالكش دعوة، بس صلي صح وخمس صلوات. لأن الصلاة تعمل لك حاجتين، لو ظبطت الصلاة تعمل حاجتين. واحد، هتعينك على باقي الطاعات. قال الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نمرة اثنين، هتعينك على ترك المنكرات. قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وجاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إن فلان يقيم الليل كله فإذا أصبح سرق المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ستمنعه صلاته، ستمنعه صلاته. يعني لو يصلي صح هيبطل السرقة ديت، هيبطل السرقة ديت. لذلك أقول لك نصيحة: حافظ على الصلاة دايما مهما كان، حافظ على الصلاة دايما مهما كان. بتزني حافظ على الصلاة، بتسرق حافظ على الصلاة، بتعمل عادة سرية اغتسل وحافظ على الصلاة، مش محجبة لابسة ضيق شيلي إسدال معاكي وخش صلي في أي مكان، في مسجد الكلية، في الشغل، صلي حتى لو مش محجبة، صلي، اوعى تنقطع عن الصلاة. الشيطان هيجي يقول لك انت بتعمل عادة سرية، صلي ازاي؟ لو صليت تبقى منافق، انت بتزني، انت بتسرق، مش محجبة تبقى بوشين تصلي، ومش محجبة تصومي، ومش محجبة وتقري قرآن، ومش محجبة. لما الشيطان يقول لك كده قول له: يا واد يا مؤمن، يا واد ايه؟ يا واد يا مؤمن. ده الحل. الشيطان ما يتمناش منك اعظم من الامنية ديت، انك تسيب الصلاة. وهو دي اللي عايز يوصل له، دي اهم من اللي انت بتعمله. هو عايز يوصل انك انت تسيب الصلاة. ربنا جل شانه قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: قبلت امرأة قبلة. فنزل فيه قول الله تعالى، قال له: ايه الحل؟ قال: نزل قول الله تعالى: اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يذهبن السيئات يعني يذهبن الذنب ويذهب الرغبة فيها. يبقى أنا لما أصلي حاجد نفسي مش عايز بعد كده أعمل حاجة الغلط دي. حلاقي اسأل إخوة كتير التزموا بالصلاة يقول لك: مش عارف، لقيت نفسي بقيت بكره الأغاني كده، معرفش ليه، لقيت نفسي بطلت السجاير، لقيت نفسي قفلت من أصحابي كده، بقتش زي الأول، لقيت نفسي عايز أتصدق وعايز أطلع عمرة. كله بدأ كده. والعكس، لو ان الشيطان ظفر منك بترك الصلاة يبقى هو ضمن انك انت ستستمر على اللي انت سبت الصلاة عشانه، وزدت الطين بلة بانك انت سبت الصلاة. لان ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الضياع وبين ترك الصلاة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال العلماء: لما اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات، ولو أنهم أقاموا الصلاة لما وقعوا في الإيه؟ لما وقعوا في الشهوات. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. لذلك مهما كنت بتعمل حافظ على الصلاة. فإحنا قلنا الصلاة هتنجز معاك دايما. اللي داخل في طريق الالتزام يبقى السؤال دايما بتاعه يقول لك: بص شيخ، انا عندي مشاكل كتير اصلي، بنات، سجاير، مش عايز اقول لك بلاوي. سيبك من كل ده، صلي بس. يعني لما يجي لك واحد، قلت لكم النصيحه دي قبل كده، لما يجي لك واحد عايز يلتزم هيروح داخل لك بايه؟ بكميه سيئات تحس ان انت قدامه جهل. مش كده يعني، في ايه؟ بص، اصل انت ما تعرفش، اصل انت شيخ طيب، انا بهدلت الدنيا. المهم يعني لازم يخش لك يعقدك خالص، اللي هو يحسسك ان ايه؟ ان لو كل الناس تابت انا ما ينفعش توب. صعب، صعب. مش طال لو تاب هتوب معايا. فاهم ازاي؟ المهم ان هو هيعقد لك الدنيا، سيبك من كل دوت. وما تستدركش معاه في الكلام، قول له: بص خليك زي ما انت. بس صلي الخمس صلوات بس. وركز معاه في ان هو يتقن الصلاه.
وبعد كده اديله درس في القرآن، حفظه القرآن وحببه في القرآن. وانا اعتمادي على ايتين بالضبط، اول آية ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تاني آية ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم. ركز معايا في الاثنين دول بس، سيبه بقى هيجي لك لوحده بقى بعد شويه. يقول لك السجاير ده مش عارف ايه، السجاير دي مش عارف بقتش احبها. عارف يا شيخ القرآن ده جميل قوي، انا بدأت اقلل من الاغاني كده واسمع قرآن كتير دلوقتي، بفكر اسيب البنت. اصحابي بقيت اقفل منهم، مش عارف بقيت اقعد معاهم، بقتش بتبسط زي الاول. هو كده سيبه سيبه، هو شويه كده هتلاقي كل ده راح، كل ده راح. فالصلاة تركيز عليها حتى في فهمك للصلاة في الدعوة بينفعك. أنا لما أبدأ مع المدعو أبدأ معه بإيه؟ أنجز مع نفسك. أصلك أنت لو قعدت مع نفسك تحاول أنت هو تغيره المنكر اللي هو عليه هيطول وصعب، لكن أنا هجيب وسيلة قوية جدا مضمونة فيها شهادة من رب العالمين. الصلاة اضبط الصلاة وأنت بتساعد برضه، بس أنت جبت إيه؟ جبت حاجة جامدة قوي معاك، بتزق جامد، تزق جامد وهتنجز معاك. طيب ليه المفترض أبدأ بالصلاة؟ لأن أنا لما ببدأ الالتزام، العلماء يقول لك لما تبدأ الطريق إلى الله ابدأ الأول بالتخلية وبعد كده أعمل الإيه؟ التحلية. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك التخلية قبل التحلية. يعني إيه التخلية؟ التخلية يعني نظف الأول وبعد كده أبني على نظيف، يعني التحلية. أنا عايز أزرع أرض، الأرض معفنة ومليانة زبالة ومليانة جثث ومليانة مش عارف إيه وبتاع، ما ينفعش أزرعها على الوضع ده، لازم الأول أنضفها وبتاع وبعد كده أزرع. كذلك القلب، لو بدأت أنت الطريق كده على طول ولسه في زبالات الذنوب والمعاصي، بتبقى أنت بتحط إيه؟ بتحط عسل على طين وخل على 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 تمر، يعني العملية إيه؟ بايظة خالص، ما بتطلعش بمنتج جيد. فلازم المنتج اللي أبدأ بيه يزيح على طول. فالصلاة البداية بيها بتنظف بسرعة. وأنا مش هقعد أركز، ما برضو مش طبيعي إن أنا أقعد أركز ترك الذنوب الأول بعد كده أعمل واجبات، ما هو ترك الواجبات ذنوب. يعني أنا عايز حاجة تنجز، يعني تنظف بسرعة عشان أنا عايز أبدأ بقى، عايز أبدأ أبني، عايز أبدأ أحفظ قرآن ويجيب أثر معايا. ما أنا مشكلة بدأت بدايات كتير بقى أحفظ قرآن مش لاقي أثر القرآن، بقوم الليل مش حاسس بحاجة، بتصدق فين الثمرات الصدقة اللي بتقولوا عليها؟ عشان أنت بتبني على مشاكل. القلب لسه عايز شغل، عايز حاجات كتير تنضف عشان لما تبني تلاقي. فلما بتبدأ بالصلاة بتعمل أسرع وسيلة تطهير. أنا عايز وسيلة سريعة عشان أنا ببني، فمش عايز أبني على الهوى ومش عايز أبني على الفاضي. فالصلاة بتنجز معاك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد المسلم لا يصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتتهافت عنه الذنوب كما تتهافت الأوراق عن هذه الشجرة. أنا جبت شجرة كده في الخريف وهزتها كده تنزل كل الأوراق اللي فيها. كذلك الذنوب تتهافت عن المسلم إذا صلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. تحط كل ذنوبك على رأسك وعلى كتافك، تركع تقع، تسجد تقع خالص. ممكن يطلع الإنسان من صلاة واحدة وقد غفر له كل الذنوب. وهذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه، لا يحدث فيها نفسه، خرج من صلاته كيوم ولدته أمه. طبعا ده أي حاجة عالية قوي، يعني ممكن تقعد حياتك كلها عشان تظبط صلاة زي ديت. صلاة لا تحدث فيها نفسك قط، سرحتش لحظة فيها. فده بقى ايه؟ تحدي بقى بينك وبين، يعني ده مشروع حياة، انك انت كل مثلا سنة ولا حاجة تعمل لك ركعتين من دول، يعني ايه؟ يعدلوا السنة كلها. ما صعب، لكن الموضوع ده بيجي بالتمرين. ما انت لو مالكش تمارين ان انت بتوصل ل 90% و 95% و 97% عمرك ما هتجيب الصلاة ديت، مش هتبدأ يوم ما تبدأ بالصلاة ديت. اكيد الموضوع محتاج ايه؟ تمارين طويلة. التمارين دي بتبقى في الفرائض والنوافل وكده. يبقى انا الصلاة بتطهر معايا جامد، فبالتالي انا لما بقى احط اي عبادة بجد اثرها بسرعة لان هي اتحطت على نظافة. تمام. لماذا ابدأ بالصلاة؟ 8، لان الصلاة اذا ضاعت فما الذي بقي من دينك مهما فعلت؟ ما الذي بقي من دينك مهما فعلت؟
النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف آخر الزمان، بيقول في آخر الزمان الناس دينها يضيع، الناس دينها يضيع. فقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. يعني الناس يوم ما الدين هيبتدي يروح، أول حاجة هتروح من الناس الأمانة. تي الناس يعني متصدقش بعض، تخون بعض، تثقش في بعض، ومبقاش في ضمير لا في شغل ولا في عمل ولا في صنعة ولا في بيع ولا في شراء، والناس بقت خلاص قفلت من بعض. بس يفضل دايما الصلاة موجودة، آخر حاجة الناس بتسيبها الصلاة. حط بقى المقياس ده على نفسك، يبقى لما الصلاة تضيع يبقى دينك كله ضاع، لم يبقى منه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. كأن حاجة كده ليها إيه؟ عروات، وانت قاعد تفك واحدة واحدة. قال: فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بما بعدها بما بعدها. امسكوا في اللي بعديها، يقول لك طب خلينا نمسك في دي، خلاص اللي فات اللي ضاع ضاع، طب نلحق الباقي. قال: فأولهن نقضا الحكم، الحكم بالشريعة دي أول حاجة. قال: وآخرهن نقضا الصلاة. معنى ذلك إذا انتقضت عروة الصلاة يبقى لم يبقى في الإسلام عروة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لماذا أبدأ بالصلاة؟ لأن احنا قلنا أن أول حاجة التوحيد، مش كده؟ الإيمان، بعد ذلك الصلاة. الصلاة شبه الإيمان، يعني الصلاة والإيمان اعتبرهم حاجة واحدة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة في القرآن إيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة إيمان. الصلاة سماها إيمان، يعني هي والإيمان زي بعض، يجوا مع بعض يمشوا مع بعض. قال الله سبحانه وتعالى: الصحابة كانوا بيصلوا الأول لبيت المقدس، راحت القبلة تحولت للبيت الحرام. فالصحابة قالوا: طب بالنسبة للصلاة اللي صلاها بيت المقدس إيه نظامها؟ اتحسبت ما اتحسبتش؟ اتقبلت ما اتقبلتش؟ فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال العلماء: يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم. يبقى ربنا سمى الصلاة يا إخوانا إيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. الوضوء نص ليه؟ نص الصلاة على أحد المعاني. الطهور شطر الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة إيمان. وعد النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة كفر، قال: بين الشرك بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان رجل يدعى محجن ابن أدرع الأسلمي، جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن للصلاة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى، ثم عاد فوجد محجن في مكانه. قال: ما منعك أن تصلي؟ ألست بمسلم؟ ألست بمسلم؟ معنى الكلام أنك لو أنك لست بمسلم فأنت لا تصلي، أما إن كنت مسلما فكان ينبغي أن تصلي، لأن تركك للصلاة دليل على عدم إسلامك. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال ابن مسعود: من ترك الصلاة فلا دين له. قال ابن مسعود: من ترك الصلاة فلا دين له، فلا دين له. بعض لما بيسمع أحاديث ترك الصلاة وترك الصلاة كفر وهذه الأشياء، يقول لك: يا عم الشيخ ما أصل الكلام ده مش كفر كفر، يعني في ناس كتير من العلماء قالوا إن هي مش كفر أكبر، وإن المسألة دي فيها خلاف، والراجح إن هو مش كفر أكبر، ده كفر أصغر. طيب أنا أقول كما شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله كان يقول: أنا أريد أن أهمس همسة في أذن تارك الصلاة، أترضى أن يكون دينك محل خلاف بين العلماء؟ أنا عايز أفهم حاجة، والعلماء مختلفين، إن أنت كافر ولا صحابي؟ يعني كافر ولا صديق؟ ولا هم مختلفين، أنت كافر ولا زنديق؟ فاجر؟ آثم؟ فقال الشيخ: أترضى أن يكون دينك محل خلاف بين العلماء؟ ففريق يقول: أنت كافر كفر أكبر، مخرج من الملة، لا ترث، لا تورث، لا تغسل، لا تكفن، لا يصلى عليك، يفرق بينك وبين زوجتك فورا،
لا تصلح وليا لابنتك لأنك كافر، لا تدفن في مدافن المسلمين. وبين فريق يقول أنت فاجر زنديق أشد عند الله من الزاني والسارق وشارب الخمر. قال ابن القيم رحمه الله اتفقت كلمة المسلمين، اتفقت كلمة المسلمين على أن تارك الصلاة المفروضة عمدا أشد عند الله من الزاني والسارق وشارب الخمر. إيه معنى أنك أنت ملتزم وبتصليش الفجر؟ إيه معنى أنك أنت بتحضر دروس؟ إيه معنى أنك منقبة أو محجبة أو أنك أنت بتحفظ قرآن وبتصليش الفجر؟ هل تعلم أنك في اليوم الذي تتعمد فيه ترك صلاة الفجر أنك تستقبل هذا اليوم، تستقبل هذا اليوم بذنب أشد من القتل والزنا وشرب الخمر؟ وكل يوم لا تصلي في الفجر متعمدا تستقبل هذا اليوم بذنب أشد عند الله من القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر؟ فأي شيء يصلح إذا ترك الإنسان الصلاة؟ فهذه همسة في أذن تارك الصلاة، ابدأ بالصلاة، صحح الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لماذا الصلاة؟ لأنك أنت لو عملت الصلاة نمرة 10 بتطمن. تطمن إيه بقى؟ بتطمن أنك أنت إن شاء الله إن شاء الله شكلي كده مش منافق. ولو الصلاة مخرومة حتى لو بتعمل كل حاجة صح تشك أنك أنت منافق فورا، لأن فعل الصلاة على الوجه الصحيح دليل على الإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين وإذا قاموا، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده إذا قاموا، يعني ينفع أبقى بصلي ومنافق برضه؟ هو عادي يعني، المنافقين كانوا بيصلوا بس كانواش بيصلوا الصلاة التمام، صلوا صلاة أي كلام كروتة عشان بس إيه النبي يشوفهم وبتاع ويعدوا، لكن صلاة صلاة لا لا، المنافق لا يصلي صلاة سليمة ولا صحيحة، لا يذكرون الله إلا إيه قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام بقى بين الحاجة العالية بقى، قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. دي بقى اللي يعرف يعملها بقى ايه، دي برضو من المشاريع الاستراتيجية في الحياة. يعني الصلاة نفسها ممكن، الصلاة نفسها مشروع جيد ممتاز مهم، في بقى داخل الصلاة مشاريع استراتيجية اللي هي انت ايه ترسم على كبير اللي هو مشروع حياة، يعني تفضل طول حياتك بتحاول فيه. ان قلنا المشروع الاول ايه، انك تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، ده مشروع حياة. يعني افضل طول حياتك صلي وحاول مرة في حياتك تصلي ركعتين من غير ما توسوس من غير ما تسرح، مشروع حياة ممكن تنجح فيه مرة في حياتك مش مشكلة، لو وفقت ليها حلو اتغفر لك كل ذنوبك. مشروع التاني مشاريع الحياة انك تفضل تقاوح في صلاة الجماعة لغاية ما تجيب 40 يوم تكبيرة إحرام، ممكن تقعد في الموضوع ده سنة سنتين 10 سنين مش مهم، بس صدقني لو فعلا بذلت وتعبت في الموضوع ده هتوصله. كتير من الإخوة بيحاول فيه ما بيوصلش ليه، لأنه فاكر أنه يجيبها من أول مرة، هو فاكر الموضوع سهل. يعني إيه يعني يلا بينا أخوانا إيه حظبط إيه 40 يوم تكبيرة إحرام أخد البراءة من النفاق وأنا مننا إيه ده، طول ما نيتك كده عمرك ما هتجيبهم أبدا. هو معلش هو اللي خد براءة من النفاق ينفع يبقى منافق بعديها؟ ينفع ينام؟ لا، دي مين اللي بياخدها دي اخوانا؟ بياخدها واحد اصلا بيموت في صلاه الجماعه ديت، راشق في صلاه الجماعه، راشق صف اول ده العادي بتاعه، ونيته ان لو جاب ال 40 هيكمل عادي، هخليهم 80 و100 و1000 و2000، ده اللي بيوفق. لكن بتاع النشان ده مش بيوفق في العاده، لان هو اصلا ناوي بعد ما يجيبهم يريح. انا انزل ايه ليله 27 صلي تهجد وريح، اعمل انت عايزه بعد كده، بص انا صومي معرفه بس كل ذنوبك كفرت عيش حياتك، ولا اقول لك عيش حياتك سنتين؟ ها ما هو بيكفر سنتين مش مهم. يعني بقى بتاع النشان ده مش ممكن ما يتقبلش اصلا، ده ناوي يعصي ربنا بعد ما يعمل الذنب، بعد ما يعمل الطاعه. فبالتالي مش بتيجي مع اللي بينشن على فكره، بتيجي مع واحد مدمن صلاه جماعه. انا بقول لك الفايده وبقول لك التجربه الشخصيه،
مدمن صلاة جماعة، مدمن تكبيرة إحرام، ومش هتيجي من أول مرة ولا التانية. ليه؟ ليه ربنا بيعمل فيها كده؟ لكي يرى صدقك، هتكمل ولا مش هتكمل. في واحد من أول مرة باظت معاه، بقى بيجي على الركعة التالتة والخامسة والعاشرة، يعني ما إيه؟ ملوش دعوة بالدنيا دي، خلاص بقى مش طالبة، بقى خلاص أنا بتعب نفسي على إيه؟ مش عايز تيجي معايا. ما أنت بتنشن. لا، لما أنت نيتك أنا باجي هنا الفضل لتكبيرة الإحرام. والله ربنا أكرمني بالأربعين، أنا بحاول، ما أكرمنيش أنا برضو إيه؟ مواظب ثابت، مش هتغير أبدا. جبتهم بتكمل عادي. في ناس بتجيبهم يا إخوانا بالثمانين والمية والسنة، وفي ناس بتجيب 40 وتقع، وبعد كده 40 ثانية وتقع، وبعد كده 40 ثالثة. في ناس جابوا 40ات كتير. سعيد بن المسيب، عارفين جاب كام صح؟ قال سعيد بن المسيب: لقد صليت 50 سنة لا أرى إلا الإمام، فيش أي أفة قدامي، إمام بس. بيقول 50 سنة بصلي الإمام قدامي بس. ده أدرك تكبيرة الإحرام كم سنة؟ 50 سنة. إحنا بنتكلم في 40 يوم. يعني إحنا كل حياتنا بتحاول توصل لأربعين يوم، ده جاب 50 سنة تكبيرة إحرام. يعني أنت إيه مع نفسك؟ يعني أنت حتى لو جبت الأربعين يوم أعرف إنك ما عملتش حاجة. يعني الناس بتجيب بالسنين، بالسنين تكبيرة الإحرام. لكن أنا عايز أقول لك حاول، ده من المشاريع الاستراتيجية الحياتية، إن أنت تفضل حياتك كلها بتصلي في المسجد، علشان يمكن ربنا يكرمني بالموضوع دوت. ما اكرمكش مش معنى كده انك منافق. احنا بنقول ان الراجل ده خد براءه، يعني جاب من الاخر، بس ممكن غيره عادي مش يعني مش اللي ما جابش منافق، لا، بس ده يعني جاب حاجه عاليه قوي، حاجه عاليه قوي. اللي بيحافظ على الموضوع ده يوم القيامه هيبان، بقى هيبان. لو نجيت من نفاق في الدنيا هتفوز بميزه كبيره جدا يوم القيامه، انك يوم القيامه ستسجد لله سبحانه وتعالى في موقف عصيب رهيب. وصف الله تعالى قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. بص الخشوع، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أنت سالم الآن، معافى، لماذا لا تسجد؟ لماذا لا تصلي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيسجد لله كل مؤمن ومؤمنة، وأما الذي كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فإذا هم أن يسجد وجد ظهره طبقا واحدا، مش بيتنى، لزق كده بحيث أنه يجي يسجد يروح واقع، يسجدش يقع على ظهره، يجد ظهره طبقا واحدا. يتعرف على طول في الموقف ده. انت بتصلي لله في الدنيا عشان اليوم ده، عشان ربنا يكشف عن ساقه، تجد نفسك تسجد بسهولة جدا، لانك انت ايه العلامة بتاعته؟ اذا دعيت الى السجود في الدنيا تأتي فورا. حي على الفلاح، بتحس بايه لما بتسمع حي على الفلاح دي؟ تحس انك سهل خالص. لما تلاقي موضوع سهل يبقى انت هناك هتبقى سهل، صعب تقيل على قد تقله هنا يبقى تقله هناك، صعب جدا مستحيل يبقى مش هتسجد هناك. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. على قدر خفة قيامك إلى الصلاة هنا، لما بتسمعي الأذان بتعملي إيه؟ بتسيب اللي في إيدك وتروحي للصلاة سعيدة وسايبة كل الدنيا. لما بتسمع النداء بتلاقي نفسك خفيف كده رايح المسجد وفرحان قوي، أرحنا بها بلال. كل ما كانت خفيفة هنا كل ما كان سجودك أسرع هناك، وكل ما كانت تقيلة على قلبك صعبة مستحيلة نفس الطريقة هتبقى هناك يوم يكشف عن ساق. بل ابن مسعود رضي الله عنه كان بيوصف اللي ما بيجيش صلاة الجماعة انه منافق، مش منافق عادي، منافق معلوم النفاق. قال ابن مسعود: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم في الحديث قال: ولقد رأيتنا وما وقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، شايلينه اثنين حتى يقام في الصف. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني منافق النص نص كان بيجي، منافق معلوم النفاق يعني كل الدنيا عارفة أنه منافق، فمش فارقة معاه يجي يصلي ما يصليش، مش فارقة معاه ما كانش بيجي يصلي. لكن المنافق اللي نص الناس عارفينه ونصهم مش عارفينه كان بيجي أحسن الباقيين إيه؟ يعرفوا. يبقى المنافق كان بيجي يصلي في الجماعة
بس النص نص. لكن المنافق معلوم النفاق هو الذي كان لا يصلي في الجماعة خالص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو إيه حبوى، ولو حبوى تيجي زاحف على إيدك ورجلك عشان تشهد فضل صلاة الفجر في المسجد، فضل صلاة العشاء في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يبقى أنت لو قمت الليل وصليت الفجر في جماعة يبقى أنت قمت الليل مرتين وصليت الفجر في جماعة، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. يبقى أنا لما ببدأ بالصلاة بطمن نفسي إن شاء الله أنا مش منافق، إن شاء الله أنا بدأ صح. نمرة 11، لماذا أبدأ بالصلاة؟ لأن الصلاة شعار المؤمن، يعني إذا ذكرت كلمة مؤمن ذكر بجوارها الصلاة، وترك الصلاة شعار أهل الجحيم، إذا ذكر الجحيم كان أول ما يذكر في الجحيم ترك الصلاة. تعال نقرأ، الله جل في علاه قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت إن صليت المكتوبات وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال أنت من الصديقين والشهداء، أنت من الصديقين والشهداء. يبقى دي ارتباط الإيمان بالصلاة. تعال على الناحية الثانية، يقول أهل الإيمان قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ذكروا ترك الصلاة قبل ذكر الايه التكذيب بيوم الدين. علموا من أين أوتوا، طبعا لا شك التكذيب بيوم الدين أشد يعني، لكن ذنب الصلاة ده كانوش متوقعين أنه كبير كده، معرفين التكذيب كبير لكن الصلاة تركها للدرجة دي. فأول ما جيف بالهم إيه الصلاة دي، قالوا لم نكن من المصلين. أول حاجة افتكرها المعذبين في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون قالوا ليست هذه في من ترك الصلاة، إنما هذه في من يؤخر الصلاة عن وقتها، صلي الظهر مع العصر بدون عذر، صلي ظهر وعصر ومغرب بالليل، يقول لك أنا يا شيخ برجع من الشغل أجيبهم كلهم بالليل. أنت المذكور في هذه الآية، فويل، قيل ويل هو وادي في جهنم سحيق يستغيث منه أهل جهنم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. فكيف الحال بمن لا يصلي؟ فكان هذه الآية نزلت، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة قالوا كانوا يجمعون الصلوات، مش بيصلوش بس، لا ده بيجمعوا الصلاة بس. بص الآية دي في سورة القيامة واربط الربطة دي، قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. حط كل كلمة قدام التانية، يبقى صدق قدامها ايه كذب، صلى قدامها ايه تولى، يبقى الذي ترك الصلاة فقد تولى عن الله، ما ينفعكش حاجة خلاص. ربنا ذكر الصلاة بس، قال ما صلاش، ما صلاش، يبقى كده بالنسبة لي تولى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني انتظر من العقوبة ما الله به عليم. نقول أليست إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة أهون من شرب الصديد ومقطعات الحديد ومعاناة العذاب الشديد؟ أن تترك الفراش وتنزل لتصلي رغم المطر أهون أم تبكي الدماء وأنت تصرخ في سقر؟ أن تكون اليوم من المصلين
وتنعم غدا برفقة النبي الحبيب، أم تترك الصلاة فتصرخ غدا لم نكن من المصلين، فلا مغيث ولا مجيب، فاختر لنفسك. لماذا أبدأ بالصلاة؟ لأن الصلاة حفظ، رعاية، يعني هي في الطريق تصونك، تصونك عن أي حاجة بقى، أي ضرر. الصلاة تعمل لك حماية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن يا غلام احفظ الله يحفظك. ولا يوجد أولى بهذه الكلمة من الايه؟ من الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ده الوضوء، ما بالك بالصلاة. لذلك الصلاة بالذات والوضوء اتذكر فيهم الحفظ دوت، اربطها بقى باحفظ الله يحفظك. يبقى من حفظ الصلاة كان أنعم الناس لحفظ الله سبحانه وتعالى، يحفظك في بيتك، في أهلك، في أموالك. قال سعيد بن المسيب: كان يصلي فإذا رأى ابنه في البيت زاد في الصلاة، فإذا أنهى الصلاة قال: يا بني والله حين أراك أزيد في صلاتي رجاء أن يحفظك الله، لما بشوفك بزود الصلاة، لأن أعلم أن الصلاة بتاعتي دي هتؤثر فيك في حفظك. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. صلاح الوالد، طب ده 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 حفظ الأولاد. طب هو كان إيه في حال حياته بقى؟ إذا كان ده أولاده اتحفظوا وحفظ أموالهم، ما بالك هو في حياته كيف كان؟ أنا عايز الأمان برضه، أنا عايز أعيش مطمئن، عايز أعيش سعيد، عايز أعيش مستريح البال، عايز أبقى مسرور، عايز أبقى يعني الهم والغموم والكدور تذهب عني. لا يمكن أن يكون ذلك لغير المصلي. إن الإنسان خلق يا إخوانا هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. مش أي مصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون. يبقى ما تقولش يا الصلاة مش جايبة معايا ليه، إما لأن العدد فيه مشكلة أو الكيفية فيها مشكلة. النهاردة بنتكلم على العدد بس، المرة الجاية نتكلم على الكيفية. دي خمس صلوات في اليوم والليلة، مفيش هزار في الموضوع ده، دي بداية الطريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في وجهه على نار جهنم. يعني ليه جنب اللي بيصلي الصبح ده هيتعاقب وهيترمى في نار جهنم، عشان جه جنب واحد بيصلي الصبح. اللي بيصلي الصبح ده في عون الله، في رعاية الله، في أمن الله، مش معنى كده مش هيحصل لك ضرر، لكن إن حصل لك فإن الله بإذن الله يحفظك ويعاقب بشدة اللي يجي عليك، لأنك أنت في معية الله سبحانه وتعالى. العكس، من أعرض عن ذكر الله تعالى فإنه قد فتح بابا لعدوه يتملكه. بمعنى أخوانا أن أنا طول ما أنا بصلي أنا قافل باب، الباب ده وراه شيطان، لما أسيب الصلاة الباب ده إيه؟ يريح مني، لما يريح مني يخش لي بقى الشيطان ويلعب بيا زي ما هو عايز. قال تعالى: ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت رجلا نام حتى أصبح؟ فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، يعني لعب به، استخف به واستهزأ به. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. تخيل لو أن الله تركك للشيطان ماذا يفعل بك؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. قال تعالى: عمن تركوا للشيطان؟ قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فإذا وقعت في يد عدوك وقعت في يد من لا يرحم، من لا يرحم، يلعب بك، يضيعك، يدمرك، يقتلك قتلا. يبقى أنت أصلا ترك الذكر كان سبب في استيلاء عليك، وبعد ما يستولى عليك يزيدك في ترك الذكر،
يا هو من يعش عن ذكر الرحمن ايه نقيد له شيطانا، بعد ما يمسكك استحوذ عليهم الشيطان فانساهم بقى خالص ذكر الله. فصمام الامان الصلاه، صلي ربنا يحفظك من الشيطان، تترك الصلاه هتترك كل شيء، لان الشيطان سيلعب بك اذا تركت الصلاه. لماذا اصلي ولماذا ابدا بالصلاه؟ نمره 13، لان الصلاه سبب للرزق. ودي من المحفزات. انا دلوقتي اكيد اي واحد فينا اخواننا يحب المال، وتحبون المال حبا جما، ان الانسان لربي قال وانه لحب الخير لا شديد. اي حد فينا جبل على حب الرزق، بس حسب النوايا بقى، في حد بيحبه عشان لله وفي حد بيحبه. المهم ان صلحت النيه فهذا شيء جبلي يعني. فلما علم الله من الانسان انه يحب ذلك بين له ان الصلاه سبب في زياده الارزاق. مش معنى الصلاه، لان دايما الصلاه اخوانا بتتعارض مع الوقت. يعني الصيام عادي اصوم مش هياثر معايا في حاجه، الزكاه مش برضو، لكن الصلاه دي يعني انت كل يوم بتقتطع من وقتك ساعه ونص على الاقل عشان تصلي. لو قعدت تحسبها بورقه والقلم هتلاقي ان انت بتخسر كتير ماديا، لو قاعد في محل، ولا قاعد بيذاكر، ولا قاعد بيلف على اكل عيشه، ولا واحده في البيت بتعمل شغل بيت. لو حسبتها تقول لك ساعه ونص انا اعمل فيها ايه؟ اعمل فيها حاجات كتير قوي. ساعه ونص ده انا ذاكر خلص شابتر، ساعه ونص ده انا اجيب يوميه. احسبها انت زي ما تحسبها، لكن الله سبحانه وتعالى له حسابات اخرى. ربنا بين انك تسيب اسباب الرزق وتصلي، ده يجيب لك رزق اكتر من انك انت تمسك في اسباب الرزق وما تصليش، وفيه البركه وفيه الخير. طب تقول لي ايه اللي يطمني؟ ان هو الرزاق. معلش، هو الرزاق هو اللي بيقول لك صلي، يبقى تطمن ولا تقلق؟ هو الرزاق اللي بيقول لك صلي، اللي في ايده ينجحك في الامتحان هو اللي بيقول لك صلي، اللي في ايده دماغك دي تشتغل او تقفل هو اللي بيقول لك صلي، اللي في ايده انك انت تخش تتنح في البوكلت ولا تجيب هو اللي بيقول لك صلي. شغل مخك. لا ده انت بتقول له انت الرزاق، طب انا مش هصلي لك ويا رب ارزقني بقى، يا رب انجح يا رب، بس معلش مش هصلي عشان خاطر المذاكره، يا رب اجيب اعلى الدرجات. انت متناقض، انت متناقض. انت بتعصيه بتطلب منه، تقول له مش هصلي لك بس عايزك ترزقني، ومش هصلي لك بس عايزك تنجحني. اصل الصلاه بتضيع وقتي، اصل الصلاه كنت كلت فيها جبت يوميه على جه خلصت الصلاه ديت. انت بتدمر نفسك. ذلك ربنا جاب بقى نصوص كتير عشان يطلع من دماغك المفهوم دوت. بالذات بقى كان التركيز في صلاه الجمعه، صلاه الجمعه دي فيها انت ضيع لنا ساعه ونص، هتضيع لنا ساعه ونص وفي عز السوق ويوم جمعه والناس كلها اكل عيشها في الوقت دوت، تقول لي اروح اصلي؟ ايه يا رب السياق؟ يا ايها الذين امنوا، اول حاجه لو مؤمن هتصدق الكلام اللي جاي دوت، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع، وذروا المذاكره، وذروا شغل البيت، وذروا كل حاجه. شيخه طب اروح على الركعه الثانيه انا عندي امتحان بكره. ذروا البيع، سيب كل حاجه في ايدك، ربنا اللي بيقول لك كده. اللي في ايده كل حاجه بيقول لك كده احترس. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجاره والله ايه؟ خير الرازقين. يعني احسن من حساباتك اللي في دماغك، ربنا هيديك احسن من اللي انت بتحسبه في دماغك. بس لو انت مصدق ربنا. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. ابن مسعود رضي الله عنه كان يمشي في السوق قبيل صلاه الجمعه، قبيل الصلاه، فاذن للصلاه فوجد الناس كلها في السوق جريت. زمان بقى ايام الصحابه، حاجه مشهد عجيب جدا. ابن مسعود فرح جدا جدا، ماشي في السوق وتاذن الصلاه لقى كل الناس قفلت لوحدها، لا في بقى جماعه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا في حاجه، هو لوحدهم كل الناس قفلت تجري في الشوارع. ابن مسعود فرح جدا،
قال أولئك الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار. كم الآية بقى؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تخيل أخوانا والله المثل أعلى، أنت في شغل وفي ساعة بريك في النص، الناس في الشغل قالوا لك في ساعة بريك، قلت لهم أخوانا الساعة بريك دي يعني لو خدتها عادي يعني ما تأثرش على المرتب؟ قالوا لك لا ما تأثرش خالص. طب لو اشتغلت فيها؟ قالوا لا تاخد خصم. نعم لو اشتغلت في الساعة البريك اخد خصم ده انت احتمال ما تاخدش مرتب خالص. لا ده انا هعيش في الساعة البريك دي مالكش دعوة بيا، قول لي بس الساعة بريك هتلاقيني بجري من الشغل. يعني اخدها عادي ولو خدتها وخدتها بضمير هندي لك مكافأة اخر الشهر. الله حلو قوي الساعة البريك دي، يا ريت كل الساعات البريك كده. هي كده اخوانا والله المثل الاعلى. ربنا بيقول لك خد تريح، سيب شغلك روح صلي، سيب المذاكره روح صلي، سيب شغل البيت روح صلي. ولو رحتي وسبت كل ده، لو رحت وسبت كل ده هتاخد مكافاه اكتر من اللي كنت هتعملها لو انت سبتني وكملت في شغلك. وعارف لو ما رحتش وخدت الراحه دي هعاقبك وهعذبك يوم القيامه وهحرمك من رزقي في الدنيا. عرض جميل جدا. الصلاه راحه اخوانا راحه، ده الواحد بتيجي الصلاه دي هسيب الشغل هصلي اخيرا اي حجه اسيب المذاكره، يعني اي حاجه بقى انت برضه بتريح. يعني المدير لله المثل الاعلى بيقول لك ريح تعالالي استمتع بالصلاه وهكافئك ولو ما جيتش هعاقبك. انا الرزاق وبقول لك كده، اذا كان انت صدقت المدير اللي مش رزاق فما بالك اللي بيتكلم هو الرزاق نفسه سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. قال من دخل بيته فسلم. إيه ده بس كده؟ ده أول واحد سهل جدا، من دخل بيته إيه؟ فسلم. أخوانا الموضوع ده أحيانا بيتنسى، خش بيتك سلم، يقول لك دي مراتي يعني سلم على مراتي. ايوه سلم، هي دي اللي جوه يعني ما فيش حد تاني يعني. سلم قول السلام عليكم، يعني خش. في ناس بتخش كده على الموضوع على طول، ازيك يا حاجه يعني، لا سلم، سلم على العيال، دخلت البيت فاضي سلم برضه. اول واحد من دخل بيته فسلم، تاني فهو ضامن على الله، ومن خرج الى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. يبقى أنا عايز أقول لك نصيحة، لا تنشغل بالمضمون وانشغل بالمأمور. إيه هو المضمون؟ الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اطلبوا طلبا جميلا، واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يبقى انت ازاي عايز الرزق من الله وانت تعصيه صباح مساء؟ انشغل، لا تنشغل بما ضمن الله لك وانشغل بالمامور. انت مش عارف انت من اهل الجنه ولا اهل النار، بس انت عارف ان رزقك لن يتغير. لماذا اصلي؟ ولماذا ابدا بها؟ حتى تتقي المصائب. لان بدايتك مع ترك الصلاه ممكن تجلب عليك وبال شديد جدا. البداية دي بتحميك من تتابع المصائب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. وأصل أصول الذكر قال الله أقم الصلاة لذكري، يبقى من أعرض عن ذكري أهم حاجة تنزل عليها ليه؟ الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. أنا عايزك تخيل دوت، يعني إيه تترك الصلاة؟ يعني أنت روحت من الشغل لقيت بيتك محروق كله وعيالك ومراتك كلهم متفحمين، ايه شعورك؟
المفترض ده يبقى شعورك لو ضاعت منك صلاة، لأن هو ده اللي حصل فعلا لما تركت صلاة. من ترك صلاة فكأنما وتر أهله وماله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أمور صعبة. أخيرا نمرة 15: لماذا ينبغي أن أبدأ بالصلاة؟ لأن الصلاة هي أمنية أهل القبور، ولو خرج إلينا أي أحد من القبر فقلنا له تمنى لقال أتمنى أن أصلي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر قد دفن قريبا فقال للصحابة: إن ركعتين مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من سائر دنياكم. يعني صاحبنا ده نفسه دلوقتي يصلي ركعتين، نفسه ركعتين اللي انت بتكروتهم اللي هم تحية مسجد بتخبطهم في نص دقيقة، دول اللي هم على 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 عجلتهم وعلى انهم ما فهمش حاجة، يعني ده يتمناهم، ما بالك بقى بصلاة فريضة، ما بالك بصلاة خاشعة كاملة، ده يتمنى أي حاجة، أي ركعتين، لأنه لما دخل القبر عرف يعني إيه الصلاة، وعرف يعني إيه ترك الصلاة في القبر. إبراهيم بن زيد أبي الرياح القيسي، فالرياح القيسي قال يا أبا إسحاق، كانت كنية إبراهيم بن زيد، قال: هلم بنا نزور أهل الآخرة. قال: أين أهل الآخرة؟ قال: في المقابر. قال: هلم بنا. فذهبوا إلى المقابر وجلس رياح القيسي وقال: يا أبا إسحاق، ما ترى هؤلاء يتمنون إذا تمنوا؟ فقال أبو إسحاق: أن يردوا إلى الدنيا فيستمتعون بطاعة الله ويصلحون ما أفسدوه. فقال رياح القيسي: نحن يا أبا إسحاق الآن في هذه الأمنية، فهلم بنا نعمل. فقال إبراهيم بن زيد: والله لقد رأيت رياح القيسي في اجتهاد لم أرى مثله قط بعد هذا اليوم، ولقد عاش يسيرا بعدها ثم مات. سبحان الله. شوفوا الموعظة دي، قال له الناس دي لو تمنوا يتمنوا ايه؟ قال له يتمنوا يصلوا ويصوموا ويعملوا كل حاجة صح. قال له احنا عايشين في الأمنية، ما تيجي نصدق ونعمل اللي هم نفسهم يعملوه؟ ما تيجي يلا احنا عايشين دلوقتي، ما تيجي كل واحد فينا يتوب دلوقتي حالا من أي صلاة تركها، ويعزم عزما أكيدا ألا يضيع الصلاة من اليوم أبدا مهما كان، يستعين بعد بذلك بصحبة صالحة تساعده. صحبة بتصلي، لازم يبقى حواليك ناس بتصلي، ما ينفعش يبقى حواليك ناس بتصليش، مش هتنفع، لازم حواليك مجموعة بتصلي، يصحوك يشجعوك، يبقوا وانتوا بتذاكروا ينزلوا مع بعض، وانتوا بتخرجوا ما يعطلوكش، لازم اصحابك يكونوا بيصلوا، اختار ناس بتصلي. قارن بين تعب الصلاة والتعب في نار جهنم، واختار لنفسك على الأقل اطلب بها الرزق والعافية والصحة والحفظ، وتجنب بها السخط والمرض والبلايا والمحن. إذا كانت البداية بالصلاة يا إخواني كانت بداية صحيحة، وإذا لم نبدأ في الطريق إلى الله بالصلاة يبقى سنستغرق وقتا طويلا جدا، لكن الصلاة ستختصر علينا الطريق. أنا أنصحكم بكتابين رائعين، كتاب الأول كتاب لماذا نصلي، هو كتاب كبير لكن الشيخ اختصره، الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم سماه مختصر لماذا نصلي، لازم تقرأه. وكتاب تاني اسمه تعظيم قدر الصلاة للدكتور أحمد فريد، تعظيم قدر الصلاة للدكتور أحمد فريد، ومختصر لماذا نصلي للدكتور محمد إسماعيل مقدم، مهم جدا. يبقى بقى أمر واحد، إن احنا نصلي إزاي؟ يعني أنت بتقول لي ما أنت ما أنا بصلي، في واحد بيقول لي طب أنا بصلي، كل اللي أنت بتقوله ده أنا مش أي صلاة. إن الصلاة أنا عارف عشان منكر، دي صلاة معينة، الصلاة التي فيها تدبر، خشوع، يعني فهم لما تفعل في الصلاة. طيب الصلاة دي بقى تصلى إزاي؟ ده المرة الجاية أقول لكم. إن شاء الله الدرس القادم كيف نخشع في الصلاة، هياخد مننا درس أو درسين، الصلاة حاجة وكيف نصلي ده موضوع تاني عشان تجيب معاك بسرعة إن شاء الله المرة القادمة. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.